الاداب بلد ياولو هتعمل بيها ايه؟ ما هي مصيرها تقعد في البيت، يبقى تتعلم حاجه تفيد بيها جوزها وبيتها وعيالها، مش تقول لي اداب. ما تخش كليه البنات، اقتصاد منزلي. فوزيه اي حاجه هتدرسها زاد هتفيد بيها بيتها وبلدها، مش الطبيخ بس وتربيه العيال هم المهمين. يا اخويا بلا هم، الادب فضلوه على العلم. ما عشان كده عايز تدخل اداب يا ماما، عشان تعلمنا الادب في البيت. انت بتنوز عليا ولا يا ليل الادب؟ مش معنى ان انا ما دخلتش الجامعه بقى جهل. ها وانا اقدر يا ماما؟ ده انت الست اللي عارفيني يا حبيبتي. الست اللي عارفيني ورجلك فوق رقبتك. ده انا افهم في حاجات انت ما تفهمش فيها، واعرف حاجات انت ما تتخيلهاش. حتى اسال ابوك. بقول له اسال ابوك. طبعا امك بتعرف كل حاجه في كل حاجه، بس يا ريت بقى نترجم المعرفه دي على ارض الواقع. ارض الواقع يا اخويا، ارض الواقع ماشي. بنتك وانت حر فيها. قومي يا بنت فزي من هنا، قاعده بتسمعينا؟ العب يا ايه الهم ده؟ هي قاعده قدامك زي الكوب، ولا كاننا بنتكلم على بنت الجيران مش عليها. ما تنطقي يا بنت. انا قلت لحضرتك اني عايزه ادخل كليه اداب، بس كلامي ما عجبكيش. انا عارفه ومتاكده ان كليه الاداب دي انت داخلاها مش عشان انت عايزاها، عشان هدى فيها. بما انك بقى داخله كليه مش اختيارك، الاولى تخش الكليه اللي امك عايزاها مش اللي صاحبتك نفسها فيها. اقتصاد منزلي يا ماما موضه قديمه. بصراحه عندها حق يا ماما، دي قديمه قوي. كانت كسر حقك. بس كليه محترمه مش مختلطه البنات مع الصبيان. يعني انت ترضى ان بنتك ترجع لك ومعاها واحد لغايه باب العماره بيوصلها، ولا تبقى قاعده جنبه من ورا علمك؟ ترضى ان بنتك تبقى في شنطتها رساله غراميه؟ يا ماما الموضوع ده حصل من 3 سنين، وبعدين هي ماشيه زي الالف من وقتها. ذات وعي يا فوزيه، وبعدين حسن هيبقى يوصل البنات في سكته. ولا يا باشمهندس؟ طبعا يا بابا، هي صحيح تدبيسه بس تحت امرك. تدبيسه يلعب. وافقوا يا هدى، وافقوا. طب الحمد لله. بس بابا وافق بشرط ان حسن يودينا ويجيبنا. تفتكري عمي منصور يوافق انك انت تكوني معانا؟ مش عارفه هيوافق ولا لا. هو بابا قال ان هو هيحاول يقنعه. يبقى هيوافق. انا مبسوطه قوي يا هدى. وانا كمان، هنروح الجامعه يا زين. ايوه يلا، تصبحي على خير. وانتي من اهله. اخيرا هروح الجامعه، هخرج كل يوم من غير لبس المدرسه الكئيب ده، وهشوف علي. اخيرا هشوف علي. يا رب يا رب خليني اشوف علي كل يوم. نفسي اشوف علي. يا خبر اسوح، ده ايه الزحمه دي؟ انا اول مره في حياتي اشوف ناس كتير كده. ياه، الوانه اللي كنت فاكره اني هوقع نص شباب الجامعه في غرامي. طب اروح انا فين وسط البنات المتانتكه دي؟ متجوزه. دي شبكتك؟ جوزي سامي معيد في كليه الطب، جات له منحه بعد ما اتجوزنا باسبوع وسافر على طول. بس اول ما هنرجع. ياه، ده انت نتشه قوي. ضحكوا علينا وقالوا لنا ان جيشنا هيوصل لغايه تل ابيب، بس اللي حصل ان جيشنا انكسر هناك ورجع لنا بالهزيمه. عايزين نرجع ارضنا اللي ضاعت مننا. عايزين نرجع ارضنا اللي ضاعت مننا. امور قوي الولد ده. بس طول النهار ماسك الميكروفون وعمال يصرخ. عايزين نحارب، عايزين نحارب، عايزين نحارب، عايزين نحارب، عايزين نحارب. ازاي اقبل اني اتعامل كاقليه لمجرد اني واحده ست؟ يعني انا مثلا امي 100 راجل بقى لها 3 سنين بتشتغل وبتصرف علينا من ساعه لما ابويا استشهد في النكسه. يعني ابويا استشهد. اغرب بني ادمه في الكون، ملهاش غير في السياسه او حقوق المراه. ايه؟ اهدى ايه بس يا منال، ما انت بتقولي كلام غريب جدا. انا نفسي بصراحه تهدى بقى. واقول وعيد وزيد، مفيش فايده. يا ترى علي لسه بيحبني؟
ولا انسيني خلاص. زيت يا هدى. يا هدى ده عينه ما بتترفعش يسلم عليا ولا عليكي، عامل نفسه كانه ما يعرفنيش. ايش حال بقى ان احنا متربيين مع بعض؟ ومن ساعه ما تهف في حاله وبعت لك الجواب والعلاقات مقطوعه بامر عم مساعد يعمل ايه؟ مش عارفه بقى، مش عارفه يا هدى، ما اعرفش. جايز خايف تصديه؟ اقول لك روح انت كلميه عشان تشجعيه. هشغل انا المره الجايه حسن وانت تروحي تكلمي. ايه اللي انت بتقولي ده يا هدى؟ خايف طبعا. ليه تخافي يا زوزو؟ افرضي حد شافني. عادي، زميلك في الجامعه. لا طبعا، ممكن تكوني بتسالي على اي حاجه. اخاف. لا بقى، ده انت تعلي، بقالك 3 سنين خوتالي دماغي بيه، وجات لك الفرصه اي حد عندك. هو بيجي الصبح يقص نبضك، لقاكي عدمت النبض كده مش هيجي تاني. طب افكر. حرة بقى. ما بقتش فاهمة حاجة بصراحة. أنا تعبانة قوي مش قادرة. طب حلوة قوي، تعالي نروح. لا مش هينفع يا زيد. ليه يا هدى؟ عشان لازم واحدة فينا تحضر المحاضرة. لا ما تقوليش أنا اللي هحضر المحاضرة تاني وأنتي هتروحي. أيوة عشان لما أنتي تتعبي أبقى أحضر أنا. أنا بصراحة من ساعة ما دخلت الجامعة عمري ما تعبت، أنتي اللي على طول تعبانة. لازم تروحي للدكتور على فكرة. عندك حق، اما يرجع بابا هخليه يوديه للدكتور. اوعي تفوتي المحاضره يا زيد. حاضر. يلا باي باي. كل مره انا اللي احضر، انا اللي احضر.